فازت مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 إلى 2021، وذلك في الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ تولي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، تحققت العديد من المنجزات الحقوقية منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي عمق الإرث الحضاري الخصب للمملكة، وأكد سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كأساس للحكم في مملكة البحرين. ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحريته الأساسية، وأن الدستور وقوانين المملكة كفلت أصول المحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذي رسخ وحدة الصف والوطن ونبذ الفرقة والطائفية وحماية قيم السلام والتسامح. فالميثاق بمبادئه الشاملة جاء حاضنا للحريات وراع لحقوق الإنسان ووضع اللبنات الأساسية لحمايتها وتعزيزها وضمانها، والذي أرسى أسس الحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية الحديثة والممارسة الديمقراطية عن طريق مشاركة كافة أطياف الوطن والسماح للمرأة بالترشح والانتخاب، وما حظيت به من رعاية ودعم سامي سمح لها بتحقيق التقدم والنجاح المرجو في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية. وتأتي عضوية مجلس حقوق الإنسان لتتوج إنجازات مملكة البحرين العديدة، وشهادة يؤكد بها المجتمع الدولي تقديره للمملكة ومشاركتها ومواقفها المشرفة في مجال صون حقوق الإنسان، والذي ينسجم مع قرار الجمعية العامة رقم 60251 الذي نص بأن يتحلى الأعضاء المنتخبون في مجلس حقوق الإنسان بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.